تعتبر القصبة أو كما تعرف باسم المحروسة من أهم المعالم السياحية بمدينة الجزائر، كما أنها تعد من مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. ونضع لأهميتها التاريخية والسياحية، تحتفي الجزائر بيومها الوطني يوم 23 فبراير من كل سنة. وبهذه المناسبة نظم قصر ياس البحر معرض للوحات الفن التشكيلي تحت عنوان القصبة برؤية فنية إبداعية، حيث شهد هذا المعرض لوحات مختلفة تعكس عراقة المحروسة وتراثها الثقافي، أين حرص المشتركون على إبراز جمالية القصبة التي تعتبر وجهة سياحية مميزة. والجدير بالذكر أن هذه الفعالية شهدت مشاركة 39 فنان، والتي كانت عبارة عن فرصة ذهبية لهم لعرض لوحاتهم وإظهار إبداعاتهم، كما أنها فرصة لإطلاع أكبر عدد من الجمهور على هذا المعرض.